ميني ستوديو. صار وقت ميني ستوديو على شاشة الام تي في، اكيد كلكم ناطريننا ومحمسين لتبلش حلقتنا، ومثل ما تعودتوا كل يوم حلقتنا بتبلش بجاسبس ومن بعد اكيد بننتقل لعند كيكي وكل اكيب ميني ستوديو. يوم بجاسبس عندي كمان خبريتين كتير حلوين حبيت احكيكم فيهم. اول خبرية هي عن اريال من The Little Mermaid. هيدا الفيلم طلع من بعد اخر فيلم لديزني تشانل اللي هو سليبينج بيوتي اللي نزل بال 1959. من بعد سليبينج بيوتي بال 59 ب 30 سنة من بعد 59 ب 30 سنة قرروا انه ينزلوا The Little Mermaid. كانوا مقررين انه ما بقى يعملوا موفيز عن برنسس، ولكن رجعوا قرروا انه يعملوا موفي جديد وكان The Little Mermaid. وبس نزل هيدا الفيلم لقى نجاح كتير كبير وربح جوائز كتير لانه كان كتير حلو. رح نحضر هلا مقطع منه مغنية من The Little Mermaid، واكيد من بعدها في خبرية تانية خليكم عم تحضروا. Beautiful voice. Eric, I think you swallowed a bit too much sea water. Off we go. Along next. We just want to forget this whole thing ever happened. The Sea King will never know. You won't tell him. I won't tell him. I will stay in one piece. I don't know when. I don't know how. But I know something's starting right. رح ننتقل هلا لتاني خبريه لليوم، وهي كمان عن شخصيه بافلام ديزني تشانل كنا نشوفها كثير، هي تينكر بيل. تينكر بيل من بيتر بان، هي شخصيه كثير مهضومه كثير حبوها. بدي اقول لكم اليوم بجاسبس، هيدي خبريه اكسكلوزيف لنا، انه تينكر بيل منا شخص هيك اخترعوه فجاه، انما في موديل اسمها موجوده اسمها مارغريت كاري طلعوا فيها واستوحوا منها شكل او وش تينكر بيل. من بعد ما تأملوها مزبوط وصاروا يرسموا ويغيروا طلع بالأخير معه النتيجة النهائية تينكر بيل الكرتون يلي عم نحضره على ديزني تشانل. فإذا تينكر بيل وكتار من الشخصيات رح نرجع نشوفهم بعدين بحلقاتهم بجاسبس ما ينوجدوا فجأة، إنما في أشخاص موجودين بالحقيقة بيشبهون كتير 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 استوحوا منهم هالشخصيات. هلأ رح نحضر سيلينا جوميز مش تينكر بيل، ميوزيك فيديو كتير حلو سلو داون، وأكيد من بعد حلقة من الاستوديو رح تبلش. Your attention, I wanna steal you for rhythm and invention. Mr. T, you say I'm ready for inspection. Show me how you make a first impression. حزرتوا شو عم بقول؟ عم بقلكن هاي، أنا اشتقت لكم كتير. هيدا هو موضوعنا لليوم. شو هو؟ هو إنه نفسر بالحركات بدون الحكي، يعني نعمل مثل الميم أو المسرح الإيمائي. المسرح الإيمائي هو مسرح ما بيستعمل الحكي، بيستعمل الحركات، الإيدين، الميك أب. وأكيد فينا نعبر ونحكي عن أشياء كتيرة بإيدينا وبحركاتنا وبجسمنا بدون ما نحكي، وأنتو بتعرفوا أحسن مني. وفي ألعاب كتيرة بتلعبوها بين بعضكم وبتكونوا عم بتمثلوا بتحذروا غيركم كلمات أو أسامي أفلام أو أغاني بواسطة الميم. ميم جاي من ميمي،
ميمي هو فعل فرنساوي بيعني انه بدنا نعمل حركات بدون ما نحكي ونفسر لغيرنا اشياء بهالحركات. فاذا هيدا رح يكون موضوعنا لليوم، بس مثل دايما ما رح ننسى ناخد كتاب ونتعرف على كتاب، واليوم كتابة لأصحابنا الصغار. ميزاني موج جاردان أتوشي. بما أنه هلأ تقصر حلو كتير وصلنا نطلع على الجنينة، صار فينا نكتشف حيوانات وحشرات كتيرة موجودة بالطبيعة. هيدا العصفور اسمه لوميغل، وهون عنا لغوش غورج، نوع من العصافير كمان. هالكتاب بيخلي أصحابنا الصغار بواسطة حاسة اللمس يتعرفوا على الحيوانات المختلفة ويتسلوا بنفس الوقت. هيدا كتابنا لليوم. فإذا الكتاب دايما مفيد وبيعلمنا أشياء كتيرة، وبميني ستوديو كمان نتعلم أشياء، بس كمان منلعب نتسلى ومنربح. تعالوا نبلش حلقتنا بلعبة حلوة. هاي لكل يلي عم يحضرونا، بتتذكروا السؤال يلي سألكن ياه فيليب هديك الجمعة؟ يلي هو كم مرة لازم نفرش سنيننا بالنهار؟ مين جاوب عليه مزبوط؟ يلي هي ميرنا فخري، وأكيد رح تربح هدية. خلينا نشوفها كلنا سوا مع بعض. مبروك، الهدية هي بطاقة دخول لفترة شهر لتلعبوا وتتسلوا بالشوغر موتش كيدز بلاي جراوند. مبروك ميرنا فخري على هيدي الهدية، وأنا كتير مبسوطة لإلك، وأكيد غيرك كمان رح يجاوب على السؤال الجديد يلي رح أسأله اليوم، يلي هو وين وأي بلد منلاقي الكانغورو؟ إذا عرفتوا تجاوبوا على هيدا السؤال، أكيد بتعملوا مثل ما ميرنا فخري عملت، بتفوتوا على الفيسبوك بيج تبع ميني ستوديو، بتعملوا لنا لايك وبتجاوبوا على السؤال. وهلا رح قلكن باي لليوم، وبشوفكن بحلقة تانية. مبروك، الهدية هي بطاقة دخول لفترة شهر لتلعبوا وتتسلوا بالشوغر موتش كيدز بلاي جراوند. بدي صير معلمة، وبعد الظهر بدي غني بميني ستوديو. لكل طموحاتهم نحن حاضرين. جون فاعور بحب كتير الفوتبول وما بحب أبدا يأكل كونفيتور أو مربى. ماريا موسى بتحب السكوت كتير وما بتحب أبدا التربية. ومثل كل يوم اللعبة يلي بتنطروها كتير رح تبلش وان منت قد بقال أف. كلنا صرنا جاهزين وناطرين انه نبلش نلعبها لنشوف مين معقول يكون الربحان ويفوز باليوث باكج من بنك ليبانو فرانسيز. ماريا جاهزة؟ يلا ستارت جيم. معك دقيقة واحدة لتجمعي أكبر عدد من النقط. 60 20,000 16 بدنا 75 56,000 إذا غلبتك بس عليهم بيرجعوا لمحلهم. أوكي 50 وحدة تانية 70,000
110,000 135 وخلص وقتك ماريا. ماريا بدقيقة قدرت تجمع 3215 نقطة. هلا صار وقت جون يلعب لنشوف إذا رح يكون السكور تبعه مثل سكور ماريا أقل أو أعلى. بلاي 20 5000 40 25,000 15,000 30,000 بدنا نحن قد ايه؟ 80. إذا غلبطت بوس عليون ليرجعوا لمحلهم. وحدة تانية بدنا 121. خلص وقتك جون، وجون بدقيقة قدر يجمع 1835 نقطة، وهذا السكور مين بيكون ربح معنا اليوم؟ ماريا، ماريا أنت اللي ربحتي، رح نشوف كلنا سوا شو هديتك ونقول لك مبروك، بنقول كمان ميرسي كثير لجون لأنه جيت، وعا تزعل نحن ناطرينك ترجع تجي لعنا مرة ثانية وتلعب، لأنه ميني ستوديو هو برنامجكم، مثل ما أجوا الـ MS Club Members اليوم لعنا أنتم كمان فيكم تجوا، فوتوا على بيج بانك ليبانو فرانسيز ميني ستوديو تاب وسجلوا كل أساميكم هونيك، نحن بنرجع بنتصل فيكم وبندعيكم تجوا لعنا، أما هلا رح نروح دغري ونشوف شو هدية ماريا ونقول لها كلنا سوا مبروك. هديتكم من بنك ليبانو فرانسيز هي بطاقة يوث تتفتحوا حساب باسمكم وكمان 100 دولار مبروك. وتأكبر بدي يصير حكيم، بدي يكون عند الطيارة لأبرم العالم. لكل طموحاتهم نحن حاضرين. مينيستو بدو ينام وبدو ياكل بوزة بنفس الوقت. عم بيخبى مزبوط. نقص وغفى بالاخر هو لقط البوزه. هذا كان فيديو تبعنا اليوم بفاني فيديوز. هذا الفيديو شفته عن فيسبوك بيج، حدا حاطط له بوست. انتم كمان اذا عندكم فيديو مهضوم وحابين انه تفرجونا اياه كمان فوتوا على فيسبوك بيج، اعملوا لنا لايك واعملوا بوست وانا فرجي هون بفاني فيديوز. باي. هاي رادون، كيفك؟ ما قلت لي مشي حال الكاستينج؟ لا. طيب ليه مش عم تحكي؟ ما بدك تحكي؟ عم يوجعوك زلعيمك يعني؟ ما عم يوجعوك زلعيمك، صوتك مطحوح؟ لا صوتك مش مطحوح. طيب انت منيح. طيب ليه مش عم تحكي منزلك منيح؟ هي اخر وحده، هي فهمتها لانه هي بتعبر عن اللي انا حاسه هلا. ما عم بفهم شيء. هيك يا للوت، شو بدك يعني؟ ليه ما عم تفهم؟